الله ونعم الوكيل في كل من إذى ابني، في كل من موته، في كل من السبب في موته، في كل من أذاه. حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا وكلت فيهم ربنا، أنا وكلت في الناس دي ربنا. الناس دي بهدلتني، بهدلونا أحسن بهدلة، وأني بحاسب عليهم ليل ونهار، وبدأ عليهم ليل ونهار. ابني كان غالي قوي، وابني كان بدر منور، وعمره في حياته كانوا جيراني ما نعرفهم ولا يعرفونا. الناس دي لا نعرفهم ولا يعرفونا، بس احنا كنا جيران، وكانوا بقى ايه بيغيروا منه. اعمل ايه يعني انا ايه؟ وابني كان في ليبيا، كان جاي لسه بقاله 15 يوم ما فرحتش بيه. متابعي موقع تحيا مصر، برحب بكم في لايف جديد. معاكم شيرين لقوشه، مراسله محافظه الغربيه. في الحقيقه احنا معانا واقعه، يعني نقدر نقول ايه، زي الافلام مثلا اللي بنتفرج عليها، من كتر غرابتها ومن كتر ما هي واقعه فيها تفاصيل كتير جدا. الواقعه دي بتعود من حوالي 8 سنين، من 2015. محمد اللي هو المجني عليه عثروا على رفاته جمجمة وملابس ليه، دفنوه حي. المتهمين دفنوه حي، قيدوه وربطوه بحبل وبعد كده دفنوه. طبعا أثناء عمل الكراكات أو أثناء الحفر بالكراكات على بجوار إحدى الترع بمحافظة الغربية، عثروا على رفاته. الكلام ده من حوالي مثلا يعني كام شهر، ولكن هو كان متغيب من 10/9 اللي فات، ولكن محمد كان متغيب عن بيته من حوالي من 9 سنوات، من 2015 كان متغيب. من 2015 ل 2023 كل ده كانوا الأسرة عندها أمل إن هي تلاقي محمد، ولكن في النهاية لقوه عبارة عن جمجمة وأشلاء ورفات مدفونة في على جنب إحدى الترع بمحافظة الغربية. معانا والدته ومعانا والده، هيحكوا لنا بقى مين اللي عمل حاجة زي كده، إيه اللي حصل. ماما البقاء لله. ونعم بالله. دلوقتي تاخدي عزا محمد؟ لا مش دلوقتي. أمال إمتى تاخدي عزا محمد؟ آخد عزا محمد بقى أما الحكومة تجيب لي حق. هما دلوقتي مقبوض عليهم. ما هو مقبوض عليهم. يعني زي ما انا قلت ان هو من 2015 كان متغيب. واحد صاحبه، ولا صاحبه ولا يعرف، من العزبه برضه يعني عارفين بعض كده. جه خده من شغله، كان بيغفق عند في بيت عند كوبري حمدي، وخده وسلمه له. وجه يقول لي محمد الحسينه بيضربوه، وجرى في الارض الزراعيه. طلعنا الأرض الزراعية دي دعكناها خلق ما يحصل الله، دورنا في الأرض الزراعية وفي الطيارات وفي ما خلناش، وفي الأبيار اللي في الأرض ما خلناش. إحنا اتبهدلنا اتبهدلنا، لفينا ما خلناش، لحد ما رحنا بصنا في تراب، لحد ما رحنا دورنا لحد حدود ليبيا، وهم يطلعوا إشاعات، هم المتهمين يطلعوا اشاعات، قاعدين للاشاعات. ده في ليبيا، ده في لبنان، ده في الحته الفلانيه، ده ابوه عارف مكانه. لقوه ازاي؟ لقوه كراكه كانت بتفحر هناك، والكراكه قامت مطلعه الجمجمه، قاموا جايين حاطين عليها زلطه، والكراكه طلعت طين وقامت حاطه على الزلطه. فجه ابن الحلال قال لنا، قال له تعالى يا عم عطيه، تعالى ابنك ظهر. بعد قد ايه؟ بعد كام سنه يا ماما من اختفاء؟ من 3/3/2015، من 8 سنين. من 8 سنين. هما بقى كل ما يقابلوا ابن اختي يقولوا له إيه، انت لقيته؟ كان راح لهم، قال لهم الواد ده ودتوه فين؟ الواد ده انتوا ودتوه فين؟
قالوا له ما شفناهوش، احنا ضربناه وجرى في الارض الزراعيه. كل ما يقابلوه بقى يقولوا له ايه انت لقيته؟ مش لو لقيته. وام حسام قالت ان ابنكو طلع من عندنا، هنسيب لكو العزبه والبيت وهنمشي الحسينه كله، والحسينه كلمتهم واحد، دي الكبيره بتاعتهم بقى. هس يعني هس. انتوا لقيتوه ازاي بقى؟ لا انا كانوا بيحفروا بالكراكه، كانوا بيحفروا بالكراكه. لقوا ايه؟ لقوا الجمجمه والقنا عظم. جمجمه وعظم بس؟ ايه ابوه ابو محمد بقاله 8 سنين ما صلاش العيد عشان ما يتقابلش معاهم، ما كانش بيروح يصلي العيد. يعني هما اول ما جم قالوا لك ده في جمجمه وفي يعني حاجات خاصه، عرفت ازاي ان هو ابنك؟ قلبي النار اللي في قلبي بردت. عرفت ازاي ان هو ابنك اصلا؟ هو مش باين اي معالم اصلا. لا ده باين معالم. ايه بقى المعالم اللي باينه؟ قرطه ومناخيره المسمسمه وبقه الجميل واسنانه. محمد كان جميل، ما كان زيه حد. محمد كان جميل وحرقوا قلبني عليه، وحسب الله ونعم الوكيل فيه. شفت الحاجات دي قلتي ده ابني؟ قلت دي الجاكيت بتاع ابني والجمجمه دي بتاع ابني. خلاص ساعه ما شلتها وحطيتها في حجري وغطيتها بالخمار، النار اللي في قلبي بردت، نار لا كانت تهدى ولا تطفي. الناس كانت بتنام وانا ريح الليل قاعده على السرير. يا ترى الناس دول ودوا فين؟ عملوا في ايه؟ طب موتوه ازاي؟ عرفت بقى بعد كده ان هو دفنوه حي؟ دفنوه حي، والله ابني دفنوه حي. جحود قوي. جحود زي ما تقولي قولي. هم مش مسلمين؟ مش موحدين بالله؟ يرضوها على عيالهم؟ هم يرضوها على عيالهم؟ ابن اخته راح لهم كم مره، انتوا وديتوا الواد ده فين؟ طب الواد ده راح فين؟ قالوا له احنا ما شفناهوش، ده جرى في الارض الزراعيه. الواد ده لو طلع من يمتنا احنا هنسيب العزبه وهنسيب بيوتنا واراضينا ونمشي. هم لازم يسيبوا العزبه. في يعني كلام بيتقال، هل محمد الله يرحمه كان على علاقه بزوجة المتهم؟ عايزاكي ترجعي على الموضوع. لا ما كانش على علاقه بزوجة المتهم. الناس دول احنا جيران بس ما احناش على علاقه بيهم خالص. كانت بتطرد؟ ايوه كانت بتطرد، كانت بتطرد في كل مكان، كانت بتطرد زوجة المتهم. زوجة المتهم كانت بتطرد. انا عايزه اكمل معاك الحاج، يعني بقاء لله ونعم بالله. اخيرا عرفت مكان ابنك؟ عرفت مكان ابنه. اخيرا دفنته؟ لا ما دفنتوش لسه. لسه ما دفنتش؟ لسه ما دفنتوش. هو اللي متبقي منه ايه دلوقتي؟ اللي بتبقي منه لقينا الجمجمه بكمل عظام كده في ذريحته، بالحبل متكتف فيه من رقبته ومن ايديه وكتفوه من رجليه كمان، لان اللي عندهم لا رحمه ولا دين. لان اللي عندهم لا رحمه ولا دين ولا اسلام، كفره، دوم كفره، دوم كفره، ما يعرفوش ربنا. اللي عرف ربنا يضربوه على دراعه ويكسروا له رجله ويسيبوه، لكن ما يعملوش بالشكل الاجرامي ده. طب كل ده ليه؟ عالم عدوه، عالم عندها جحد، عالم ما عندهاش لا ضمير ولا دين. عاملين احنا ناس البنت بتطرده اللي هي زوجة المتهم. احنا ناس نضاف وعارفين ربنا. وابني كان آية من الآيات، كانت بتطرده على الليل ونهار، كانت بتطرده ليل ونهار. ورحت لهم البيت قلت لهم ابعدوا بنتكم عن ابني كده عيب. هي متجوزة البنت؟ كانت متجوزة. قلت لهم كده عيب. ورحت لعمامها جنبنا في البيت، مخلفة اتنين من زوجها اللي هو المتهم، من جوزها اللي هو المتهم،
رحت لعمها جنبنا في البيت قلت له ابعد، روح لهم يا عاطف وقول لهم ابعدوا عن ابني، قول لهم احترموا نفسكم. مفيش، ما ترجعتش على حد ما جه ابني من ليبيا 5 ايام، ما فرحتش بيه انا، ما فرحتش بيه، ما يعني ما عرفتش اشبع منه، خطفوه مني. عملوا ايه الكفر اولاد الكلب؟ بعتوا له ابن الكلب محمد عبد الفتاح اللي ما عندوش لا ضمير ولا دين، قال له يا محمد فيه مصلحه شغل، وخده في حته مقطوعه ونزله ببنتيك ترعه عشان التانيين يقولوا على رمز بيلعب في التليفون كده، لان هو موجود معايا اهو. فنزلوا عليه بقى لما عليه كده قطعوا الكهرباء، الكهرباء كانت موجوده في الخط. المهندس بتاع الكهرباء جاي اتصل على الشركه، انت قطعت الفرع ليه؟ قال له يا عم الفرع شغال. لقوا الناس بقى واقفه في الحته دي، راح مدار العربيه ومنور في الترعه. يعني استدرجوا لمكان اللي دفنوا فيه. ايوه في قلب، في قلب الواقعه بالظبط اللي طلع منها. في قلب الواقعه اللي طلع منها. عملوا فيه ايه بقى؟ نور العربيه، لقاهم بقى عمالين يدوروا في الترعه، لما شافوه وعرفهم بيدوروا في الترعه كده، بيدعبسوا كده في الترعه عشان يخيلوه. انتوا بتعملوا ايه يا جماعه هنا؟ احنا بندور على حرام. ده بيقولوا كده لمحمد؟ اه احنا بندور على حرام. وهم كانوا خلصوا، هم كانوا خلصوا بقى، حشروه في الماسوره، حشروه في الماسوره ودقوا سيخ حديد عشان ما يمشيش بحبل، وزقوه جوه الماسوره دي يتبعده اكتر من 10 متر 15 متر مواصير في بعضهم. دفنوه حي، دفنوه حي، دفنوه حي. ابعش ابعش ما تمكني حاجه، لا عندهم لا ضمير ولا دين. انا ربيته عشان عشان كل ده بسبب واحده ست، عشان عشان يساعدني. خطفوه، خطفوه عشان واحده ما تشوشت تلات ابيض. هي وضعها ايه دلوقتي؟ يعني الست دي عامله ايه دلوقتي؟ هي وضعها ما وضعهاش حاجه، هي خلاص. هو إيه يعني؟ هو الوسق، هو اسم الله على ايمتكم، هي الوسق يعني ديت، ما خلاص حاله من الحياه ومشت، عايشة حياتها. ما هي لو عندها، ما لو عندها ايمان ودين ما كانتش رضتها بديه، وكانت احترمت نفسها، وكانت احترمت نفسها. كنت بتقول لي كان بيمشي الناس تتفرج عليه. والله العظيم اللي عندنا القريه ابني كان بيمشي في وسطهم، كانوا كلهم بيبصوا له، بيقولوا احنا كنا بنبص على ابنك لانك ابنك كان زينه الشباب اللي كان ماشي معاه كلها. قلت لهم ما اتخطف اهو، خدوه مني، خدوه مني لحزب الله ونعم الوكيل فيهم. وانا بناشد المسؤولين ناس محترمه، القضاء ورجال الامن كلهم ناس محترمه معايا. دي صوره محمد؟ ايوه. محمد مش متجوز. محمد لسه ما فرحتش بيه، كنت عايزه في نفسي ان انا اشيل عيل. عنده كم سنه؟ كان عنده 25 سنه. كان في نفسي ان انا اشيل عيل على كتفي قبل ما اموت، لكن ما فرحتش، ما فرحتش، وضيعوا فرحه املي. انا ربيته وهم خطفوه، موتوه الكفر اولاد الكلب، لان لا عندهم لا دين ولا شفعه ولا رحمه. انا بطالب بالاعدام لهم، بالاعدام لهم، وبعد ما يتعدموا. انت شفت الرفات بتاعت ابنك؟ يعني شفت الجمله؟ انا لما الراجل جه قال لي انا ما بقدرش امشي عند الاعصاب، عند ما جه قال لي يا عم انا الشهره بتاعت رضا، يا عم رضا انا لقيت محمد ابنك، فين يا ابراهيم؟ انا الدنيا بقى خلاص فتحت قدام، فين يا ابراهيم؟ انا بحسبه حي. قال لي انا لقيت ابنك الكراكه مطلعاه، رحت قاعد على الارض، رحت قاعد على الارض. قال لي ام ما تقعدش اجري. انا دورت اكني لسه عندي 15 سنه، انا خدتها جري هناك، وقال لي اللي جيلك هناك شق نصين. انا قعدت لقيت الدنيا بقى ما فيش 10 دقايق، رحت رن على الاستاذ محمود، الدنيا اتقلبت كلها، الامن وال لقيت ايه بقى اللي شفته؟ احنا عمالين نفحر، احنا عمالين نفحر ونيجي وبتاع ده. شفت ايه؟ شفت جمجمه وايه كمان؟ جه الجمجمه وبقيه العظام والسويتر بتاعه اللي كان نازل من ليبيا بيه، السويتر بتاعه والحبل والسيخ، السيخ، الميه المجاري كلت السيخ.
من صرف الترعه دي ميت مجاري، كانت الشيخ وترعه في السمك كلو. من سنين مدفون في المكان ده. في المكان ده لو في لو دفنونه بره في اللي في اللي في اللي في اللي في, اللي في التراب ما يتاكلش كده، وعظمه كان يبقى ابيض، لكن ولاد الكلب عارفين ان فيه ميه مجاري، وميه المجاري دي بتاكل الحديد. عم الحاج يعني احنا هنتابع مع استاذ محمود ماشي. عشان نعرف الاجراءات القانونيه اللي حصلت. ماشي اتفضلي يا استاذ. استاذ محمود انا برحب بيك. برحب بيك وكل المتابعين. يعني عايزين هنلخص كده يعني مش كتير، هنلخص الموضوع. هو الموضوع بادئ طبعا من 2015، طبعا هو اتصالي بالدعوه من سنه 2019. هو الموضوع 2015 طبعا عم عطيه ابنه اختفى، قدم محضر، بدات التحريات هنا، ثبتت الواقعه بتاعت التعدي عليه، ولكن ما توصلوش لمكان محمد. اتعمل تتبعات واتعمل حاجات كتير، واتعمل تتبعات على تليفون محمد، كل الكلام ده ما جابش ان محمد حتى اتحرك في اي حته لحد 2019، لحد ما هو طبعا اتهدد بابنه الثاني ان هو يتقتل ويندفن زي محمد بالظبط. وكان هنا بقى كانت البدايه بتاعت القصه كلها. القصه بدات من 2000، لما بدات من 2019 وعملنا المحضر وعملنا وحصل بعد كده فتحنا فيه تحقيق، جت تحريات المباحث كانت المرحوم عمر ابو بكر جابها حاجه غريبه جدا ان هو سافر ليبيا، وبناء عليه المحضر اتحفظ. فضلنا لحد سنه 2022 ان احنا بنناشد المسؤولين، لحد 2022 قالوا المسؤولين ان كنت انت متاكد ان ابنك توفى خد الاب والام وابنهم، ما يعرفوش اذا كان حي ولا مش حي. متغيب من 2015 الى 2023 لحد ما لقينا الرفات. يعني في 2022 الناس دي جازفت بيهم مجازفه كبيره جدا، ان احنا رفعنا دعوه قدام المحكمه بنقول ان ابننا ده اعتبر المفقود ميت عشان خاطر يعرفوا ياخدوا حق ابنهم. سنه 2022 حكمت المحكمه، سنه 2023 حكمت المحكمه باعتبار المفقود ميت. في الحالة دي بعدها بفترة لقيت عم عطية باتصال غريب حوالي الساعة 11 الظهر بيرن عليا بيقول لي الحقني في ايه؟ قال لي في ناس بيقولوا ان في جمجمة مكان وقعة محمد، وعشان برضه اقول لحضرتك ليه الناس ديت عارفة ان ده محمد. نفس مكان الوقعة اللي كان محمد مضروب فيها هو نفس مكان الوقعة اللي هم لقوا فيها الرفات بتاعة الموت. الطب الشرعي اثبت، الطب الشرعي بتقرير اهوت، واحنا مش هنبين اوراق ولا هنبين حاجة، الطب الشرعي اثبت بتقرير جازم لا مجال فيه للشك، اثبت بان الرفات اللي موجوده هي رفات نجلهم محمد. تمام؟ وبناء عليه ان برضه السلطات المختصه، واحنا القضيه كانت اتحالت لمحكمه الجنايات، اتحالت للمحامي العام لشرق طنطا، والناس ديت يعني احنا يعني هوجه لهم الشكر واحد واحد، لان الناس دي استقبلوا الناس دي في مكاتبهم، وبداوا ان هم بداوا ان هم فعلا بدايه من محمد بيه عماره، محمد بيه حوام مامور المركز، بعد كده خالد بيه عبد الودود، واللي بنوجه له الشكر جدا، ونوجه لمحمد بيه البيشي اللي فعلا 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 اثبت ان القضاء ده قضاء عاجل، احمد بيه البغدادي، كل الناس ديت بامانه ساعوا معانا. الاول المتهمين ما تمش ضبطهم الا بعد التحريات المبدئيه، يعني المتهمين قعدوا فتره كبيره بره بعد حتى ما لقينا الرفات. التحريات اثبتت الواقع على 7 متهمين. ضبطت اتاكدوا من ان الجثمان ده او الرفات ده تبع بناء على كده النيابة العامة أصدرت قرار بضبط وإحضار 7 متهمين. 2 منهم مسافرين خارج البلاد، وكانوا 5 موجودين. الخمسة اللي تم القبض عليهم من ضمنهم واحد خرج لأنه كان أقل من السن القانوني، لكن في 4 موجودين ومتحفظ عليهم دلوقتي إلى الإيه؟ إلى الآن. الأربعة دول عملوا إيه؟ الأربعة دول دلوقتي إحنا النيابة العامة واحد منزلاهم بأنه هو اللي قاد محمد، هو اللي استدرجه. والثلاثة التانيين أو السبعة الباقيين هم اللي تعدوا على محمد وقتلوه. هو زوج السيدة اللي زوج السيدة ده مسافر خارج البلاد اسمه حسام، ده مسافر خارج البلاد. ده زوج السيدة اللي احنا بنتكلم عنها ده مسافر، إنما الباقيين موجودين اللي هو والدها وشقيقها ودولت مش بنقول كلام من عندياتنا. ده الكلام ده موجود في اتفقوا مع محمد عبد الفتاح بإنهم هيسفروه خارج البلاد، وبناء عليه قتلهم محمد الى المكان اللي هو اللي كان موجود فيه واللي اتلقت فيه الرفات. كانوا هم مستدرجينه لحد هنا، وبعدين قطعوا التيار الكهربي لمده ربع ساعه او نص ساعه. التيار الكهربي ده بعد ما قطع تعدوا على محمد بالضرب، وبعد كده كتفوه بالحبال اللي اتلقت، وبعد كده حطوه في ماسوره. الماسوره ديت ليه برضه؟ عشان خاطر الناس ممكن تقول طب بقالكم 8 سنين ومكان الواقعه، وازاي انتوا في مكان الواقعه والناس بتقول دوروا يمين وشمال؟ الناس دي كان عندهم التدبير والتفكير الكامل اللي موجود اللي يتعمل فيلم. الناس دي قعدوا
اكتر من 8 سنين رافعين الميه بتاعه المعدل بتاع الترعه المنسوب بتاعها مرفوع عشان خاطر ان ما حدش يقدر ينزل لحد الماسوره تحت، لان هم كان معاهم القدره بان عندهم موظفين في الوحده المحليه ورفعوا منسوب المياه. تمام؟ يعني بعد كده عشان دفنوه حي. لا، العبره النهارده ان محمد مدفون حي. الكلام ده هم محمد مدفون حي لان محمد بطريقه الاحبال وربط الاحبال اللي كانوا رابطينها يدل على ان محمد مدفون حي. تمام؟ فاحنا الاخر حاجه احنا بنطالب بيها يعني وهم يطالبوا بقى المسؤولين. شاكرين يعني لحضرتك. في النهايه يا عم الحاج هنرجع ليكي بقى ماما كلمه بقى اخيره كده. بطالب بحق محمد والمسؤولين الناس الطيبين الناس المحترمين اللي استقبلونا احسن استقبال. تمام عم الحاج. أنا طالب بالإعدام لهم، بالإعدام لهم شنقا على طول يريحوا قلبي، قلبي مولع نار، أنا قلبي مولع نار، أنا كل يوم بموت من ألف مرة. يحسوا بالراجل المحروق قلبه ده اللي انكفى على السكك. أنا رحت سينا دورت في سينا ودورت في العريش ودورت في المدينة، عديت تعدية شرق وتعدية غرب وبقى أدور في إسماعيلية، لفيت لحد ما انحنيت ما عدتش قادر امشي. بت في الشوارع، بت في الشوارع الناس المسؤوله محترمين. رحت قصر الرئاسه قصر عابدين